السلام عليكم كلكم، انا جيت مره اخرى في فورتنايت. عملوا تحديث جديد ودخلنا في الشابتر 6، وكما تعرفوا في كل لعبه في اي تحديث لازم تهبط حاجات جديده وبتبيعها، لازمها تكون حاجات تو كملت التحديث. وباش ندخل ان شاء الله للعبه، حبيت نشارك الشيء هذا معاكم. خلينا نشوفوا مع بعضنا الحاجات الجديده والاسطوريه اللي نزلوها في اللعبه شباب، وسامحوني على الصوت على خاطر بالحق راني مقرب ومريض على الاخر. لكن شباب تبيعها ما تنسوش اكل لايك والاشتراك، نعرفكم راكم باش تنسوا، دونك هاني اكدت عليكم وانا وصيتكم. اوكي شباب، بعد ما حلينا اللعبه هذوما حاجات يعني باش ناخذوهم مجانيه، كيما غلاف السلاح هذايا. هذه تاثيرات السقوط، هذه بصراحه ما عرفتهاش وشنايا، اللي يعرف يكتب لي في الكومنتات شباب. كيما تعرفوا مازلت يعني جديد في اللعبه، هذه حقيبة أسطورية ماهيش خايبة، وهذا غلاف سلاح خلينا نعملو له إيكيبي وريكلامي، وخلينا نزيدو نتمعنو وندخلو أكثر في اللعبة. بطبيعة الحال هنا عند المتجر شباب كيما تشوفوا عندنا باتل باس وبرشا حاجات أخرين، وأنا مازلت محليتش الباتل باس، حتى باتل باس مازلت محليتها، وإن شاء الله باش تكون فكرة فيديو قادر. خلينا نحطو السماعات يا أحلى أساطير باش نحسو أكثر بأجواء اللعبة. باهي شباب هذوما الحاج كيما قلت لكم يعني بالحق باش نتصدم معاكم انا، خاطر راني اول مره بالحق باش ندخل اللعبه بعد التحديث. ما نعرفش اسك الغناء مسموع ولا ماهوش مسموع. وما نعرفش زاد اذا كان فيه كوبي رايت ولا ماهوش كوبي رايت، حتى كان فيه كوبي رايت ما يسالش باش نضحي به الفيديو هذايا. خليني نستمتع بالمناظر وبالصوت. اوش ثم هذوما الماء شبح، ثم قناع، اي هذوما الحاجات الجديدة يعني منزلينها في اللعبة. قناع هذاك جديد ما كانش، سلاح الاس ام جي هذايا لما اعتقد ما كانش، سلاح الكاتانا. شوفوا يعني الحاجات الجديدة، الاضافات الجديدة اللي زايدتها اللعبة. السكين هذايا يظهر لي كي تحل باتل باس تاخذه. هذه اللعبة وهذه الماب شباب، ثم حاجات خلينا نشوفها. عاطف زيرو، اش معناها عاطف زيرو؟ باهي ثم وحوش شباب، ثم لهنا تراع، باهي نجربو نهبطو في التراع شباب. انا حاس انها باش يهبطو معانا عباد فوق التراع، والله اعلم. اوكي هذا التراع، ثم شكون معانا شباب؟ ثم كنز، لازم نستنوا شوي وقت باش ناخذ الكنز. ميسالش نستنوا شوي وقت، شو قاعدين نعملوا؟ قدمنا قاعدين ما فهمتش عاد الترام بالتيكي يا جماعه ولا جراتوي. غنيه فورتنايت نورمال، بلاش كل شيء، بلاش كل شيء يا ربي. ميسالش فورتنايت قالت لك من غير العب وبرك. ان شاء الله كنا نجمنا ندخلوا لها. دبرنا شوي لوت شباب، ثم تحت نترا. اوكي سي بون يزينا تو. شنو ثم حاجه غاديك؟ شنو هي هذيك؟ اوكي شوف ثم حاجه نورمالمون. لحظه باه ثم كنز، خلينا نشوف الكنز. اوكي استنى ثم حاجه شفتها وتنحت. هو هذا لازمني نحطها غادي. علاش تعب فينا عليه؟ ايجا واخيرا تهز شباب بعد ما تعبنا. والله تعبت مش تل جيجي. يظل لي بشعتين على اللوت. هزت الحجره. اوكي جيجي يلا شيم شعتينا. عطينا لوت، اوكي عرفت باش عطينا لوت. هذه زاد حكايه جديده شباب في الخريطه، خلينا نشوفوها شنو هي تعمل. اوكي ليتس جو. بعدك بعيد هذي. والله كفو شباب. المره الاولى قتلنا الوحش، مره ثانية قتلنا الوحش، المره الثالثه لازمنا نقضوا على الوحش من غير ما تحكي لي حد حكايه. اقتنع. شوف شنو نقص. ولا اسرع يعني كي تاخذ الساموراي تكون اسرع. اي
اخي خليني اجرب نقتل فيه الوحش لعله يكون اقوى. اوكي هيا جي جي فعلا الساموراي ثار اقوى يعني كنت تحب تقتله ولا لا هذا تقتله بالكتان. اوكي جي جي اه هي هي وسع بالك هي جي جي شباب جي 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 يلا شوي دم دو اوكي دبرنا قناع شباب دبرنا قناع جزء اقنع شنو الاقنع هذول الاقنع هذول متاش تضرب بهم من بعيد هذي اللي حبيت نوصل له اوكي يجي يجي استنى خلينا نعوده هلا وليد خلينا نعوده تعمل هكا اوكي ترميها وبعد تمشي ولا اوكي جي جي علي لازم تتشارجه اوكي ترمي جي جي والله قفل ولا قفل مش كون وين دور نلقاكم الاشباح تاع الهم هذوما وين دور نلقاكم معلم ابوكم ما لقينا القناع هذا حبيت نلقيه جد حبيت نوصل مش كون هنا يظل هو جيش مزالوا لي 9 منها شوفوا احسن حاجه شني في الحياه هيت باتل رويال سرق مش بجرج سلاح جيب شي فيها تضرب الحمد لله جنوب مع الحمدول الحمدول جنوب ما فهمتش سلاح انا جديد مش مستانس بيه شيت 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 لا عاد غلاش جيت باش نقدر تقدر اوكي شباب كيما شفتوا يعني ثم برشا حاجات اذا فات جدوها جديده للماب وبرشا حاجات اسلحات جديده شافهم جيجي على الاخر والله بالحق نشوفه تحديث تحديث ممتاز تحديث رائع رانا كل يوم نستريمو في التيك توك نعمل في بثوث مباشره نلقاكم ان شاء الله غادي نستلكم الى اللقاء باي باي ان شاء الله ما تلحموناش شباب ماكن لايك وكل اشتراك يلا تشاو شباب.